تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة كيرينا وبدعم من وحدة عين البيضاء مساء يوم أمس الثلاثاء بعد وقوع حادث مرور مأساوي تمثل في اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى رأس كيرينا الواقع على الطريق الوطني رقم 80 بلدية ودائرة كيرينا ولاية أم البواقي. الحادث وللأسف الشديد تسبب في وفاة رجل يبلغ من العمر 49 سنة حسب تصريح طبيب المناوب بالمستشفى متأثرا بإصاباته البالغة، كما تعرض 3 أشخاص إلى جروح متفاوتة الخطورة بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما. هذا وقد تم نقل جميع الضحايا بوسط إسعافاتنا إلى مستشفى الدكتور صالح زرداني بمدينة عين البيضاء.